كيف جاء هذا التصميم؟ الله أكبر. تصميم لا يشبه أي تصميم لمخلوق آخر. سبحان الله. سبحان الله. العظام خفيفة جدا، العضلات صغيرة وقوية جدا. هذا الريش له تركيب نانو تكنولوجي دقيق جدا، لا يمكن للبشر أن يصنعوا مثله مهما حاولوا. لا إله إلا الله. الريش غير متناظر أولا، يصنع تركيب ما يساعد، ولا يستطيع أن يركبوا مثله. نعم. الطير عملية الإقلاع تأتي بشكل دقيق جدا، بحيث أنه لو طار 50,000 طائر في نفس اللحظة لا يصطدم أحدهما بالآخر. أحدهم بالآخر. هذا عجيب فعلا يعني. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مع رحلة الإيمان، نلتقي في هذه الحلقة. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ونعيش اليوم مع آيات الله تبارك وتعالى الكونية وآيات الله القرآنية، لنرى ونسمع ونوقن ونزداد إيمانا بإذن الله. نعيش في مع هذه الآيات مع ضيفنا الدائم الدكتور عبد الدائم الكحيل، لنسأله ونرحب به بداية. بارك يعني الله فيك، بارك الله فيك دكتور، على أن أمتعتنا في هذه الحلقات المصرية. أنت قلت لي سأعنون حلقة اليوم بعنوان الطيران في القرآن، فتعجبت الحقيقة. فما المقصد من هذه التسمية الجميلة؟ نعم. وما المعنى يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الملحدون يسوقون اليوم نظرية اسمها نظرية التطور. نعم. هذه النظرية يدعون فيها أن المخلوقات تكاثرت من بعضها وتوالدت عبر مليارات السنين. صحيح. وصولا إلى الإنسان. ولكن في كل يوم هناك دليل جديد يظهر يناقض هذا الكلام الذي بنى عليه الملحدون عقيدتهم. تمام. وللأسف بعض المسلمين بدأوا يقتنعون بهذه النظرية، وبالتالي أدى بهم ذلك إلى الإلحاد، لأنها تتصادم مع القرآن، لا تتناقض فقط بل تتصادم. مع الأسف بعض المدارس تدرسها لليوم في البلاد. سبحان الله. وتتصادم مع العلم أيضا. طيب سوف نأخذ مثال بسيط فقط. أيوة. لإقناع أحبابنا الذين يعتقدون بأن هذه النظرية صحيحة. هي باختصار دكتور قبل ما نأخذ دي، ما معنى التطور؟ ماذا تريد أن تقول هذه النظرية باختصار؟ هو داروين قبل أكثر 150 عاما أراد أن يفسر نشوء الكائنات. أيوة. فقال إن هناك خلية نشأت بدائية. ثم تطورت إلى خلية أكبر، ثم تطورت إلى كائن متعدد الخلايا، ثم تطورت إلى خلايا متعددة، وهكذا. أيوة. حتى وصلنا إلى النبات، الأسماك، الديناصورات، ثم الطيور التي نشأت من الديناصورات. أيوة. ثم هكذا القرود، كذا كذا، آخر شيء الإنسان. جميل. وبالتالي أثبت العلم خطأ هذا التسلسل 100%. وهكذا قال داروين إن الكائنات تنشأ من بعضها ابتداء من الخلية الأولى وفق هذا التسلسل، انتهاء بالإنسان. ولكن عندما اكتشف الشريط الوراثي DNA تبين أن كل هذا الكلام غير صحيح. ليه بقى دكتور؟ لأن نسبة التشابه بين الإنسان في شريطه الوراثي والقرد بحدود 98%. واعتبروا هذا دليلا على أن الإنسان أصله ماذا؟
قرد. قرد هم اللي عايزين كده. نعم. احنا لا نريدها. انا نسبة كبيرة جدا 98%. ولكن بعد اكتشاف الجينوم الوراثي او الخريطة الوراثية لكثير من الكائنات، ايوه، تبين ان الانسان يشترك مع الفئران باكثر من 90% من جيناته الوراثية. يعني نفس المعادلة قريبة من دي هي دي. ويشترك مع القطط 40-60%، ويشترك مع الكلاب، حتى مع الموز هناك نسبة تشابه أتصور أكثر من 40%. ده يقودنا للسؤال، لماذا لم تتحول الموزة إلى إنسان؟ أو الموزة إلى إنسان يعني، ما شاء إذن الله. هذا المنهج خاطئ الذي اتبعوه. التشابه هذا خاطئ. هذا نحن نفسره كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. هذا دليل على أن الخالق واحد وليس المخلوق واحد يتطور. الله أكبر. هنا خطأ منهجي لديهم في التفكير. صحيح. طيب، عندما وصلوا إلى عالم الطيور توقفت هذه النظرية حتى اليوم، حتى تاريخ اليوم. آخر بحث علمي اليوم 2018، أيوة، يعتقدون أن الطيور نشأت من الديناصورات. سبحان الله. أنا قمت بعملية حسابية، تبين لي أن هناك عشرات الآلاف من التغيرات الهندسية والوراثية والتصميمية على جسد هذا الديناصور حتى ننتج منه طيرا. لو أردنا أن نصنع من ديناصور طيرا، سبحان الله، نحتاج إلى عشرات الآلاف من التغيرات. سأعطيك أمثلة بسيطة جدا. تفضل دكتور. عظام الطير أخف بكثير من عظام الديناصور، وفيها فتحات تهوية وتضخ الهواء في داخلها عظام الطيور. الله أكبر. إذا أحببت أن نرى فيديو فقط لنتخيل. نعم، يعني هذا الطائر الذي حير العلماء، كيف جاء هذا التصميم؟ الله أكبر. تصميم لا يشبه أي تصميم لمخلوق آخر. سبحان الله. سبحان الله. العظام خفيفة جدا، العضلات صغيرة وقوية جدا. هذا الريش له تركيب نانو تكنولوجي دقيق جدا، لا يمكن للبشر أن يصنعوا مثله مهما حاولوا. لا إله إلا الله. الريش غير متناظر أولا، يصنع تركيب مما يساعد، ولا يستطيعون أن يركبوا مثله. نعم. الطير عملية الإقلاع تأتي بشكل دقيق جدا، بحيث أنه لو طار 50,000 طائر في نفس اللحظة لا يصطدم أحدهما بالآخر. هذا عجيب فعلا يعني. العظام خفيفة جدا وقوية، وأقوى من عظام الإنسان بكثير أو عظام الكائنات. سبحان الله. العضلات، كثافة العضلات قليلة قياسا. لماذا؟ لقوتها. نعم. النظر عند الطيور أقوى بمليار مرة من الديناصورات. لماذا؟ لأن الطائر يطير في الهواء ويحتاج إلى قوة نظر مثل النسر والصقر وغير ذلك. نعم. نعم. هناك طيور ترى داخل الماء أيضا، وتلتقط الأسماك من داخل الماء. سبحان الخلاق. هذا الطائر، انظر عندما اخترعوا الطائرة، انظر إلى اختراعات الإنسان. كم استهلكوا من الجهود ولم يقلدوا ولا طير صغير، لم يستطيعوا أن يقلدوا. يقولون إن الطير يستطيع أن يوفر الطاقة بنسبة 100%، ليس لديه فقد. في علم الهندسة الحرارية هناك فواقد المحركات، ترتفع حرارتها وتفقد طاقة على شكل حرارة. هنا العلماء يقولون إن الطيور تستفيد من طاقة جسدها بنسبة تصل إلى 100%. سبحان الله. وهذا تصميم مثالي يعتبر في عالم الهندسة. يعني من يفهم بالتصميم يدرك نسبة 100% هذه مستحيل تحقيقها عمليا. وفي الطيران. نعم. عوامل الأمان عالية جدا، أعلى من أي طائرة لهذا الطائر. الله أكبر. في دماغ هذا الطائر هناك بوصلة تستطيع أن تلتقط المجال المغناطيسي للأرض كمان، وتحوله إلى إشارات يستطيع أن يراها مثل أنت عندما ترى الألوان، يراه بالألوان. فلذلك يهاجر آلاف الكيلومترات دون أن يخطئ في هذه الهجرة، يعرف كيف يتوجه وكيف يسير وكيف يطير وكيف يعني يعود مرة أخرى إلى المكان الذي نشأ منه. لا إله إلا الله. أنا أريد أن أتساءل، هذه التغيرات الكبيرة جدا ونحن عددنا فقط جزء صغير. الله أكبر. لم نتحدث عن تصميم قلب الطيور، الدورة الدموية لديه تختلف، نظامها مختلف لتوفير الطاقة. سبحان الله. لم نتحدث عن نظام الهضم
المناسب لهذا الحجم الصغير والخفيف. لم نتحدث عن تصميم الجناح، الجناح هو معجزة قائمة بذاته. لم نتحدث عن كثير كثير جدا يعني. طيب متى حدثت هذه التغيرات والتطورات على من تدعون أنه الديناصور ليخرج لنا هذا الطائر بهذا التصميم؟ لا ليس لديهم أي جواب. لذلك الله تعالى عندما قال جميل، حتى يعني الله وصف لنا حياة هذه الطيور. أيوة، أحد الكتب التي ألفت حديثا عن علم الطيور والحشرات إلى آخره قال إن هذه الكائنات إذا أردت أن تقارنها يجب أن تقارنها بالمجتمعات البشرية، لأنها تكذب أحيانا، ولديها صدق، ولديها غش، ولديها خداع، ولديها حسد. الحسد موجود عند الطيور مثل الإنسان، مثلنا. لذلك الله تعالى قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هل هناك أعظم من هذا الكلام؟ والله لا نجد تعليقا يا دكتور، إلا أني يعني سبحان الله حتى الإشارة حضرتك من شوية بتقول إعجاز في الجناح، حق تبارك وتعالى وما من طائر يطير كان بجناحي. ممكن يقول يطير وخلاص. نعم، نعم، نعم. لكن بجناحيه وكأنه يشير إلى أيها الناس وأيها العلماء ادرسوا الجناحين فإن فيهما من المعجزات الكثير والكثير. يعني أبعد هذا الكلام الذي نسمعه نصدق بنظرية تطور وكلام إنسان ألحد وبعد تعد عن طريق الله، إن كائنات الكون ومخلوقاته وهذه جزئية بسيطة عن الطير لتثبت لنا أن الخالق واحد وأن الكتاب واحد وأن النبي هو خاتم الأنبياء. أنزله بعلمه. أيها المشاهد الكريم، نأخذك الآن في رحلة نستكمل فيها روعة الإيمان ولذة اليقين، لكي نسأل عالمنا الجليل بعد أن تحدثنا معه وأتحفنا بهذه العلوم وهذه الحقائق في الإعجاز العلمي عن الطيور. تعالوا نسأل أستاذنا، وماذا عما هو أصغر من الطيور؟ هل القرآن الكريم سلط الضوء مثلا على ما يسمى بالبعوضة وأظهر لنا إعجاز إلهي في خلق هذا الكائن الصغير؟ نعم، نعم. القرآن الكريم الله تعالى قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا إله إلا الله، وقال في آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله أكبر. وآية ثالثة وكل شيء فصلناه تفصيلا. انظر آيات الله. كثيرة. هذا يعني أنك أي شيء تراه اليوم لابد أن تجد له أثرا في كتاب الله تبارك وتعالى. سبحان الله. الطيور عجز العلماء عن تفسيرها فذهبوا إلى الحشرات ليثبتوا أن الحشرات تطورت بالفعل تطورا داروينيا من مخلوقات أبسط منها سبقتها. مفيش فايدة، يريدون أن نعم يمشوا النظرية. وقاموا بأضخم عملية حاسوبية استخدموا فيها السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ليس جهاز عادي، هو جهاز يحتاج إلى محطة توليد طاقة لوحده. الله أكبر. ويحتاج إلى مساحة تعادل ملعب كرة قدم مثلا أو تنس. الله. يا الله. ويحتاج إلى آلاف المهندسين وفيه آلاف وحدات المعالجة. هذا الجهاز يستطيع أن ينجز في ثانية واحدة ما ينجزه الكمبيوتر العادي في 10 مليون سنة. تصور سرعات هائلة وسرعات هائلة. رغم ذلك بقوا عدة سنوات يعملون على وضع المعلومات الخاصة بالحشرات من حيث شريط الDNA، الحفريات الخاصة بالحشرات التي تعود لمئات ملايين من السنين. وضعوا معلومات كثيرة ووجدوا شيئا عجيبا، أن هذه الحشرات عاشت قبل 480 مليون سنة في نفس الفترة التي عاش فيها النبات. سبحان الله. طب أنتم كنتم تقولون أن النبات تطور وإلى آخره حتى صحيح. حدثت هذه الأسماك وكذا ونتجت الحشرات. كيف جاءت الحشرات بتقنياتها الطيرانية المعقدة
لتنتج قبل 480 مليون سنة. هذا البحث الذي شارك فيه 10 جامعات عالمية وأكثر من 80 عالم متخصص بعلم الأحياء التطوري، قال بالحرف الواحد المشرف على هذه الدراسة، قال إن الحشرات التي ترفرف بجانبك الآن مثل اليعسوب والذباب وبعض الحشرات الأخرى، نعم، هي ذاتها تماما التي كانت ترفرف بجانب الديناصورات قبل أكثر من 160 مليون سنة. تهدم نظرية التطور بهذه الجزئية. بحث واحد هذا أنا بنظري كافي لهدم هذه النظرية. سبحان الله العلي القدير، سبحان الله. أعقد طيران تبين أنه عند كائن صغير جدا هو البعوض الذي يسمونه القاتل الأول في العالم. أعقد طيران. نعم، ولم يكتشف إلا في بحث نشرته مجلة الطبيعة الأمريكية العام الماضي. الله أكبر. وتساءلوا كيف تطير هذه البعوضة وهي محملة بثلاثة أضعاف وزنها من الدم لأنها تمص الدم. نعم صحيح. فدخلوا إليها تشريحيا وجدوا أشياء عجيبة. يعني دعني أنا أرى وأتحدث لكي نمتع القارئ. معك. نعم. مستمتع معك. نمتع المشاهد. بهذا العلم. هذه البعوضة تبين أن لديها تقنيات في الطيران غير مستخدمة من قبل بقية الحشرات أو الطيور. عالم آخر. وهي تطير بشكل أن جناحيها لا يطيران هكذا، إنما تأخذ زوايا معينة عند الإقلاع وتقوم برفة قوية جدا تساعدها، ولولا طول الأرجل لم تستطع الطيران. يعني تصور لو أن هذه البعوضة كانت أرجلها أقل بمليمتر لأعاقت عملية الطيران، لاصطدم الجناحين بالأرض. لديها أعين كما نرى مركبة تتألف من آلاف أو مئات الكاميرات الرقمية المتطورة. عجيب. تلتقط صور منفردة ثم تدمجها في دماغها كلوحة واحدة وتتخذ القرار خلال ملي ثانية، جزء من الألف من الثانية، أسرع من الإنسان. ثم هذه التقنيات كلها نشأت قبل 480 مليون عام. انظر، لها ثلاثة قلوب وتضخ الدم باتجاهين. هذه القلوب الثلاثة، الله أكبر، تتفوق على الإنسان. الإنسان يضخ الدم حسب الدورة الدموية باتجاه واحد، ولكن هنا في اتجاهين. ولولا هذه الميزة لم تتمكن من حمل هذه الحمولة من الدم والطيران بها. ده صحيح. هذا الكائن الصغير جدا يقول عنه العلماء إنه فيه من التقنيات، يعني تصور أن لديها دماغ صغير جدا، ولكن هذا الدماغ الصغير يستطيع أن يقوم بعمليات تتفوق على أعقد جهاز كمبيوتر اخترعه الإنسان حتى الآن. هذا الدماغ الصغير. سبحانك يا رب. وبالتالي لابد للقرآن الكريم أن يشير إلى هذا الكائن، لا يمكن إهماله. يعني أنت إذا كنت اليوم مؤلف تريد أن تضع أعظم الأشياء الموجودة على الأرض، يجب أن تضع في كتابك شيئا عن هذه البعوضة، لا يمكن أن تغفلها لأنها ظاهرة بحد ذاتها، معجزة بحد ذاتها، معجزة في خلقي. سبحان الله. يعني حتى هذه البعوضة لديها مخدر، عندما تثقب الجلد تحقن مادة مخدرة لكي لا تشعر بها. ومن صفات هذه المادة أنها تخدر فقط لحظة، لا يستمر التخدير. عندما تطير وتضمن أنها أقلعت يذهب مفعول مخدر فتشعر بها، وإذا بها اختفت. هي تلدغ وتطير، تشعر بالوغزة فقط. نعم. ولا تستطيع أن تقتلها أو تتخلص منها إلا بصعوبة. يعني عشان كده سموها القاتل الأول في العالم، لأنها تقتل ملايين الناس حول العالم بنقلها لما يسمى طفيلي الملاريا. سبحانك يا رب. تنقله من دولة إلى دولة عبر الطائرات، عبر البحار، عبر الزمان. سبحان الله. لذلك القرآن العظيم كيف تعامل مع هذه القضية؟ نعم. قال تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله. هناك حشرات صغيرة اكتشفت حديثا تعيش فوق ظهر البعوضة وتتغذى على دم البعوضة أيضا. الله تدعى أكبر. مايتس باللغة الإنجليزية. وهذه الحشرات أصغر من البعوضة بكثير، يعني بعوضة صغيرة التي لا تراها يمكن أن تحمل
20 أو 30 حشرة أصغر منها، ولا ترى شيء أنت. استخدمت مجاهر وكاميرات متطورة لالتقاط هذه الصور، ويأتي القرآن قبل 14 قرنا ليقول لك ويسلط الضوء ولا يغفل هذه الظاهرة الخطيرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لماذا؟ في التفسير جاء فما فوقها أي فما دونها في الصغر. سبحان الله، كأن الله يريد أن يقول لك ليست هذه البعوضة، هناك أيضا ما هو أصغر منها. بارك الله فيك. بالله عليك، يعني أنت كإنسان متعلم تأتيك هذه الآية العظيمة ويأتيك العلم الحديث، ألا تشهد بأن هذا القرآن معجز بالفعل؟ أشهد أن الله حق. سبحان الله. ويشهد معي وتشهد كل من يسمعنا أن الله حق، وأن القرآن حق، وأن النبي حق. صلى الله عليه وسلم. ونشكرك على هذا العطاء الزاخر يا دكتور عبد الدائم، ذكرنا بقوله تعالى من حديثه الجميل، ذكرنا بقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.